تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة في قصر الصخير هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاحتفال الذي أقيم بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 للميلاد، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. وفي بداية الاحتفال عزف السلام الملكي وأطلقت المدفعية 21 طلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر
الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم. بارك. الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بجمعكم الطيب أجمل ترحيب ويسعدنا أن نتوجه للجميع بخالص التهاني في ذكرى أعياد الوطن المجيدة داعين الله سبحانه أن يعيد على أسرتنا البحرينية الواحدة بمزيد من الرخاء والطمأنينة والتقدم تحت لواء الدولة الوطنية التي تشكل كيانها العربي الإسلامي قبل أكثر من قرنين من الزمان وحفلت عهودها على مر عصورها بالبناء الحضاري وبالتقدم الإنساني القائم على مد جسور السلام وإرساء الأمن والاستقرار والذي حفظ أفضل جوانب ما يميزنا دون إخلال بالحقوق التاريخية والقانونية الثابتة لمملكتنا العريقة. الحضور الكريم في هذا اليوم المبارك يحدون الفخر بأن نكون دولة وشعبا يدا بيد ونحن نؤدي أمانة العمل والإنتاج وأمانة الوفاء والولاء وأمانة المسؤولية والخدمة العامة وأمانة التعاون والتكاتف لنؤدي للبحرين الغالية حقها وواجب خدمتها. وما أجدرنا هذا العام ونحن نمضي قدما بروح التجديد لفريق البحرين الواحد أن نخصص هذا الحفل المبارك للاحتفاء بأداء وعطاء كوادرنا الوطنية على الصفوف الأمامية ومنحهم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي نظير خدماتهم المميزة وإسهاماتهم الجليلة في مواجهة الجائحة المستجدة
بظروفها الصحية الطارئة، وهم الدفعة الأولى ضمن كوادرنا المتميزة، إذ يبقى الكثيرون ممن سنحرص على تكريمهم فيما هو قادم من مناسبات. ولا يسعنا هنا إلا أن نتوجه لهم جميعاً ببالغ التقدير والاعتزاز لعطائهم ومواقفهم المشرفة، ولما بذلوه من جهود جبارة وتضحيات عظيمة للعبور بالوطن إلى بر الأمان. ولا يفوتنا كذلك في مقدمة هذا التكريم أن نخص صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين ورئيس مجلس الوزراء الموقر بامتناننا العميق لجهوده الكبيرة طوال هذه الفترة الحرجة، والذي حرص خلالها على متابعة دقائق الأمور وبمعالجة هادئة وحكيمة، نشكره عليها ونهنئه على نتائجها المرموقة ونظرته الاستباقية في كل ضر. وختاماً نبارك لكم جميعاً هذا الأداء الباهر، ونكرر الشكر لتكاتف الجميع من أجل البحرين في مثل هذه الأوقات الاستثنائية التي عمت العالم. ولا يفوتنا كذلك أن نعرب للجميع عن تقديرنا واعتزازنا بما تلقيناه من مشاعر الإخلاص ومواقف التأييد والولاء في هذه المناسبة الغالية. وكل عام والبحرين وأهلها الكرام بخير ورفعة وأمن واطمئنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمنح وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي لأبناء البحرين الأوفياء الذين كانوا ولا يزالوا في الصفوف الأولى أثناء جائحة كورونا، والذين سطروا أروع الأمثلة في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والعمل ليلاً ونهاراً بروح الفريق الواحد، حتى أصبحت مملكة البحرين محل إشادة في المجتمع الدولي. فقد وصل عدد من شارك في خدمة الوطن من مختصين وفرق طبية ومتطوعين من أبناء البحرين الأوفياء إلى 15,811 شخصاً. يتفضل سيدي جلالة الملك بمنح الوسام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني. سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي. معالي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي. سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة. سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة. معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء.
معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي، معالي الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، اللواء الدكتور الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي، اللواء طبيب متقاعد طارق حميد عبد الحميد شفيع، سعادة الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة، الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، سعادة السيد حمد فيصل المالكي المدير العام لمكتب رئيس مجلس الوزراء، سعادة السيد محمد بن علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، اللواء الدكتور رياض ناصر العريج مدير الأمن العسكري بقوة دفاع البحرين، اللواء الدكتور فؤاد عبد القادر سعيد المدير التنفيذي لمركز محمد بن خليفة آل خليفة للقلب، العميد حسان علي المهنة مساعد مدير شؤون الضباط والأفراد بقوة دفاع البحرين، العميد الدكتور حسن محمد نور رئيس الفريق الطبي الملكي، العقيد الدكتور الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة رئيس الأطباء رئيس قسم العظام بالمستشفى العسكري، العقيد الدكتور محمد خليفة الدوسري وزارة الداخلية، العقيد حمد محمد الخياط وزارة الداخلية، المقدم فواز ناصر الجيران وزارة الداخلية، المقدم طبيب مناف محمد القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري، السيد حمد يعقوب المحميد رئيس غرفة العمليات مكتب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، الدكتورة جليلة السيد جواد حسن الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة، الدكتورة نجاة محمد أبو الفتح مديرة الصحة بوزارة الصحة العامة، الدكتورة جميلة محمد السلمان عضو إرشادات منظمة الصحة العالمية لتطوير مكافحة العدوى والوقاية من كوفيد-19، السيد إبراهيم علي النواخذة أمين عام المجلس الأعلى للصحة، الدكتور نبيل أحمد العشيري رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي، الدكتور محمد علي الشعبان عضو ومنسق في المجلس الأعلى للصحة، الدكتور عمر إبراهيم الشريف ممثل لمستشفى الملك حمد الجامعي، الدكتور عادل سلمان الصياد
وزارة الصحة، السيدة عائشة البلوشي ممثلة عن المستريات والاستخدام الفعال للأجسام المضادة، الدكتور محمد إبراهيم أمين مركز القلب، السيدة سارة أحمد بوحجي مكتب رئيس مجلس الوزراء، المهندس منصور علي منصور القائم على خدمات الدعم في وزارة الصحة، السيد محمود أحمد المجبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظكم الله ورعاكم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظكم الله. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب الجلالة، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نتشرف بالوقوف بين يدي جلالتكم في هذا اليوم المجيد الذي يحتفل فيه وطننا الغالي بعياده الوطنية وذكرى توليكم يا صاحب الجلالة، حفظكم الله ورعاكم، مقاليد الحكم. لحظة من أعز لحظات الحياة وحياة الوطن، فلقاء جلالتكم تكريم وتكريمكم شرف عظيم يتطلع إليه جميع أبناء هذا الوطن، وثقتكم الغالية أمانة في أعناقنا لبذل المزيد من أجل مملكة البحرين الغالية. سيدي صاحب الجلالة، إن عهدكم المبارك حافل بالإنجازات العظيمة، وأن تكريم أبناء الوطن المتميزين في كل عام لهو دافع لمواصلة مسيرة التنمية والتميز ورفع اسم مملكة البحرين عالياً في كل المحافل الدولية، لتكون دائماً في الريادة والطليعة في شتى المجالات. سيدي جلالة الملك المفدى، إني أنقل لكم اليوم فخر واعتزاز أبنائكم في فريق البحرين من الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، من الكوادر الطبية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والعاملين في غرفة العمليات والمتطوعين والجهات المساندة الذين يستلهمون دوماً من جلالتكم أيدكم الله العزم والإرادة، وتشرفون بأن يكونوا ركناً أصيلاً في الجهود الوطنية التي يقودها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بروح تحب التحدي وتعشق الإنجاز، والتي دفعتنا جميعاً لنرقى إلى هذه المسؤولية العظيمة ونتجاوز بها كل التحديات الكبيرة والليالي الطويلة الشاقة التي تهون أمام شرف خدمة هذا الوطن المعطاء، معاهدين جلالتكم على بذل الغالي والنفيس من أجل وطننا تحت قيادة جلالتكم الحكيمة. مليكنا المفدى، تقف كلمات الشكر عاجزة عن وصف مشاعرنا تجاه هذا التكريم العظيم، وختاماً أرفع إلى مقام جلالتكم السامي بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع المكرمين أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، مهنئين جلالتكم بهذه المناسبة المباركة عاده الله على جلالتكم سنين عديدة باليمن والبركات. حفظكم الله قائداً وبانياً لنهضة الوطن وأدامكم ذخراً للبلاد، حفظ الله البحرين بكم وحفظكم للبحرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجدير بالذكر أن الأوامر الملكية السامية قد صدرت بمنح وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي ل 15811 شخصا من العاملين في الصفوف الأمامية والجهات المساندة لهم من مختلف الجهات والمواقع، تقديرا لعملهم الدؤوب والمتواصل في مختلف مراحل جائحة فيروس كورونا وتضحياتهم المشرفة التي سطروا بها أروع قصص العطاء، مضحين بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وسيتم تكريمهم في المناسبات القادمة.